علينا المحتل حماس الفر على أن سبب هذه الكارثة هو تلقيح حزقة نووية وتتمسك المجهول مما أدى إلى فساد المجتمع. ما لش متابت له والله ما تبغي أنا شي واحدة. وزارة الأوقاف وشؤون اليوتيوب تنصحكم إلى عجبكم هذا الفيديو متنساوش ديروا لايك وتابونوا في لاشين ديال زيتون بي 4. شوية كتهضر بالفرنسي عرفتي كتولي عرفتي كيفاش كتبان بحال شي باغري رايبة فهمتي بحال هنايا بحال دابا فالوران كيقول ها هي غدا بسمع ديالي كيفاش قال لك بارتي تروفي انا ماتش فاوند ياه داكشي فهمتي داكشي رجولة اخي ماتش فاوند يقول لك بشوية بارتي تروفي بارتي تروفي او سي جاوت كتسمعني كنسمعك الخوان كنسمعك كتسمعني انت كدوغل ايوا ما عندك ما دير ابا كاملين ماجيين تما اخ اتونسيون معلم فاين دبق الكونيكسيون ديال البارح والبارح 358 في بينغ الشريف شنو هو السبايك شوفوا معايا اكسيري في السيكونس واحد شو هذاك اللي انت معاه عنده البينغ 48 اخاي يا سلام ضخمة صافي بدا كيجي فيك الخطة صافي بيبا صافي خلص 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 لا والو والله ما تفرق هاتينا حنا انا غنجيب ديك الباب اخر باب سنايبر ياه انا ومات اسامة انت كتسمى في الطريق راه عرفتي شحال تما ما حتى شي زعما اليوم بوحدي فهمتي هادشي اللي بغيت نقول لك دي واقيلا السيرفر ديال اوروبا فهمتي وكان عندنا السيرفر ديال اوروبا كان كنبين هذيك الطايا كان لعب بزاف ديال الالعاب لي اونلاين واش عندي هاد البينغ هادي عصبتني يا صاحبي كان يروح اللعب بشكل فورتكس كاين الحق قطع ديسكورد ديكش كي نقص كرامبو ديفيت معنا ما نعملو سير قطع الديسكورد نمشيو نفوكاليو فوصل الجيم حسن جانا كيقول لك كيوت يقول لك بارتي تروفي اسامة مورك اسامة مورك اسامة مورك اخر ليه هاي اوه غيجيك من تما سمعتي ديك اللعيبه احق بغارتي هسه كتشتت لي الانتباه ديالي لا 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 خلف بشويه خلف بشويه اوه غادي يخلط دابا اش كيعمل الحمر يا الحمر سرقت لك الكيل غا اسمح لنا خي جاوب هاني هاني هادي ما كاين حتى شي مشكل انا قلت لك غنجيغيو هاد الطرح هذا صاحبي شنو كنتفلاو هنايا ولا شوفوا هاد الدراري ودي عينكم للجيم شني فيها الحانوت شني اسمه هذا المداني انا قلت الحانوت اسمه الذئب الحانوت اسمه الحامر قلت لهم قلت لهم هادي قلت لهم معلم سيج انا مفوكسي مع الحامير ومع مع الذئب خول غير دخل مورا سباك مات برافو بيبا 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 اي داك اخي شكون يطريحات بحال هكا اه اي داك اخي اسامه معلم جاوب يو ار ذا بيست واش عرفتي مال اخ 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 الله وين بلونتي داري بلونتي داري ما عندك بسام لا هم وراكم وراك برافو عندك ماذا منهم بامو خونتو ا غانار استي بارتيدو راك عليك اسبانيول هذه اركاداش لا مبارك من تركيا انا خاي تحمل فرنسي ما تحملش ديك تركيا خاي مشي ديك تركيا فين نفعت انت هنا انت تجيب الايسر جاود هو الميور جوور هذا الطور هذا غادي يطلع
لا زايد بحق عن فين هو السبايك؟ ها هو شفته هي شفته خلطوا عليه دغيا عال ما جبتيش الايس شي واحد يقتل لك شي واحد ياه اه ما عندك ما تعدل الهانية اربعة القتلة اخي اموت انا باش حاول انا كنضرب على الدراري ما تضرب شي انا ما جينا عال ما تخي اتجيتني معانا مزيونة برافو اه ما احنا ماشيين مزيان اصاحبي شاو علق سواني لي سواني انا خايب عندك عم اجي بلاصه لا عين ضرب عليها صاحبي سيداتي سادتي مقتل وجرح ثاني اخر من انفجار قوى مفخخه تحتاز بالارهابيه وعلى محدد الحماس تظهر على ان سبب هذه الكارثه هو تلقيح حزقه نوويه وتتمسك مجهول مما ادى الى فساد المجتمع حصل كره زبو الجزيره الله مطر مشكلة لحالو والو انا خطيت مرتني صاحبي ديك فينيكس قبيله صاحبي نضرب عليه انا رديت له السر شمات انا اخر انا قتلت له واحد الاخ بعد دابا هاد شي حاجه فين هو فين هو بلاتي يا جواد ما دروش شي بلاتي واش انا نبقى نموت في الوافيسون المهم اللي كيتفرج بينا في اللايف مرحبا بكم في شي واد شوب ميشا حنايا كنوريكم كيفاش كيعدلوا المسمن مشى شو هذا بالسكاوت في ماشي والله يا بقى تماك سيج وما في ادارات ان شاء الله واحد عندنا اي اف كي تما شي مشكل ديال ديغل قتلوه عندك الرينا فين هي قتلوه شمال ديالك ما انا شمتها مثلهم والله ما تبغي انا شي واحده هاي تعملوا النباره نسيتي او عندك او غادي يجي من ديك الباب غادي يجي من جهه اخرى او 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 انا اش صاحبي عام الشفره صاحبي عام الشفره بيبا خي جابر بيبا قتلتني سيج اخي كتم كومبيا تما علم اسامة ردوا البال انا كندي فيوزي باقي ما جي فينك مزيان باقي لنا واحدة عندهم غير باترون صافي هادشي اللي كان موت اصاحبي بغيت نضرب عليه عندك الريفايف اخي عندي انا غنجي الريفايف انا اللي اهم الحق بلاتي فوكسي الجيم ديالك تقدر تضرب دوره عليهم جاود من جهه اخرى دابا ما عادش كيفاش نعمل الدعايه شوف على لقطه خدي انا شكون وقف من ورايا هذا واحد ايوه اضرب معلم بقى لك سيد وفيك واحد اصاحبي ضرب معلم علي وسام معلم اصاحبي اوه لا لعيب عملو دخلتي تصارخ اخي اسامه صافي غيعيطوا لك شي غيهزوك شي تيم ديال الاسبورت صافي معلم تصفيقات حره اخي شنو نعملو
ام كليبي هي كاينه هذه ما تفلتش اخي بزاف الحاجات دازو في الستريم واعرينا